ثانياً الاستثمارات المقتنة بغرض الاتجار، أي الاستثمارات التي تقوم الشركة بشرائها بغرض إعادة بيعها مرة ثانية، وتتم المحاسبة على تلك الاستثمارات في الحالات الآتية: عند الاقتناء أي عند الشراء، وأيضاً عند تحصيل أرباحها، وأيضاً عند إعداد القوائم المالية، ثم أخيراً عند إعادة بيعها. المحاسبة على الاستثمارات المقتناة بغرض الاتجار في تاريخ الشراء، إثباتها في الدفاتر. تثبت هذه الاستثمارات بتكلفة شرائها، والذي يشمل سعر الشراء مضافاً إليه أي تكاليف أخرى متعلقة بالشراء مثل مصاريف السمسرة وأيضاً رسوم التسجيل. وتثبت في الدفاتر كما يلي: يجعل حساب الاستثمارات قصيرة الأجل مدين، وحساب النقدية أو البنك دائم. ثانياً، عند استلام أرباح هذه الاستثمارات يثبت كما يلي: يجعل حساب النقدية مديناً، وحساب إيرادات الاستثمارات دائماً. أما عند إعداد القوائم المالية فيتم إعادة تقويم تلك الاستثمارات، وذلك لغرض إظهارها في قائمة المركز المالي، حيث يتم تحديد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة. وتسمى حيازة غير محققة أو مكاسب وخسائر غير محققة لأن الاستثمارات لم يتم إعادة بيعها مرة أخرى، لكن تم إجراء إعادة تقويم لها في نهاية الفترة. ويتم تحديد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة على النحو التالي: تساوي القيمة السوقية للاستثمارات ناقص تكلفة الاستثمارات السابق حسابها في الخطوات السابقة. وتثبت مكاسب الحيازة غير المحققة كما يلي: حساب التعديلات في القيمة السوقية يجعل مديناً، وحساب مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة يجعل دائناً في حالة تحقيق مكاسب حيازة. ويترتب على هذا القيد أن حساب المكاسب أو الخسائر حيازة غير محققة يقفل في حساب قائمة الدخل، أما حساب التعديلات في القيمة السوقية فيظهر في قائمة المركز المالي مضافاً أو مجموعاً جمعاً شكلياً على الاستثمارات المقتناة بغرض الاتجار. ويلاحظ أنه في حالة تحقيق خسائر حيازة غير محققة، وذلك يحدث عندما يكون سعر السوق أقل من التكلفة، يتم اتخاذ إجراءات عكس ما سبق إجراؤه في الخطوة رقم 2. الخطوة الرابعة: عند بيع الاستثمارات المقتناة بغرض الاتجار، الخطوات التالية: يتم تحديد صافي ثمن البيع، والذي يساوي ثمن البيع مطروحا منه عمولة السمسرة أو مصاريف البيع، ثم يتم تحديد صافي المكاسب أو الخسائر المحققة على النحو التالي: صافي ثمن البيع ناقص تكلفة الشراء. ويثبت محاسبيا كما يلي: في حالة المكسب يجعل حساب النقدية مدينا بصافي ثمن البيع مذكورين، يجعل حساب الاستثمارات قصيرة الأجل دائنا بالتكلفة لتخفيضها، ويجعل حساب المكاسب المحققة من بيع الاستثمارات دائنا. أما في حالة الخسارة فيجعل حساب النقدية مدينا بثمن أو بصافي ثمن البيع، ويجعل حساب الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات مدينا أيضا بقيمة الخسارة، كما يجعل حساب الاستثمارات قصيرة الأجل دائما بتكلفة شراء الاستثمارات لتخفيضها.